مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. تمكن جو حطاب من حصد 6 مليون مشترك على يوتيوب، فقرر رضا الوهابي وأصدقائه مفاجأته بهالمناسبة، وهيك كانت ردة فعله. ألف مبروك لجو حطاب. أما نور ستارز فأعلنت رسميا أن فيديو كليب أغنيتها الجديدة مع ببجي موبايل راح تنزل بكرة بهالستوريهات. أما أبو الروب فأعلن بهالستوريهات بطريقة فكاهية وللمسح فقط مع متابعينه أنه الكراش تبعه هي نور ستارز حسب تحليلات الجمهور. شو رأيكم وشو هي تحليلاتكم؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. اوكي اذا زوجت الكراش انت عندك 3 مليون هي عندها 10 مليون، الكراش ما عندها 10 مليون، الكراش تبعتي عندها 17 مليون. اما نور مار وقمر مار فانهوا شكوك بعض المتابعين بخصوص العلاقة اللي بتجمعهم، فهذا جاء من بعد ما طلعت اشاعات كثيرة انهم بيحبوا بعض، وصرحوا باخر فيديو انهم اصدقاء فقط وحتى مثل الاخوة. وناريني بيوتي احتفلت مع متابعينها بآخر فيديو بمناسبة تخطيها للعشرة مليون مشترك على يوتيوب بمجموعة من الفيديوهات القديمة واللي ما عرضتها من قبل مع متابعينها، وخاتمة الفيديو بالخبر المنتظر من طرف الجمهور واللي كان إعلانها عن موعد تنزيل الفيديو كليب تبعها، فيديو كليب أغنيتها الجديدة اللي راح تنزل قريبا جدا، حيث حينزل الفيديو كليب بعد يومين يعني بعشرين بهذا الشهر، 20 من هذا الشهر. كم نسبة حماسكم لأغنية وفيديو كليب ناريني بيوتي؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات، وألف ألف مبروك لنارين. ألو هاي التصريحة حافريكم كيف تعملوا هاي التصريحة. هاي التصريحة هي كتير سهلة ويعني كتير حلوة. هلا هي بدها تصور طبع الايباد. You see? That's perfect. And you can make sense. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.